العفو واحترام الإنسان وصلة الرحم ورحمة الكبير بالصغير وتوقير الصغير للكبير وحرية الإنسان في كل شؤونه وجزاء الإنسان بما عمل هي من الأوليات الإسلامية. قد يحصل في بعض الحالات أن الظالم لا ينال جزاءه في الدنيا، فهل هذا يعني أنه في الآخرة يترك ولا يعاقب؟ كلا، بل إن الله للظالمين بالمرصاد، وإمهال الله للظالم لا يعني تركه أبدا. يجب على الإنسان أن يلاحظ كل حركاته وسكناته حتى لا يكون ظالماً.